أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو الإيمان عند الجهمية، وما مذهبهم في الإمام في الصلاة؟ سبحان الله، أنا ما كررت هذا وقلت مذهبهم في الإيمان إنه المعرفة فقط، المعرفة في القلب، ولو لم يعمل شيئا ولو لم يتكلم ولم ينطق بالشهادتين يعتبر مؤمن عندهم لأنه يعرف بقلبه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.